من مازال عنده ذرة دين، من مازال عنده ذرة كرامة، من مازال يقول أنا مسلم، والله يقول عربي، والله يقول ليبي، وهو وهو يقاتل تحت راية الرجعية التي كانت خاوية على الاستعمار، ويقاتل تحت الصليب. اللي يموت ممكن يموت، أنتم يعني تقاتلوا تحت الصليب، اللي يموت ممكن يموت جيفة ماشي للنار، ماشي لنار جهنم، أخذتها تموت تحت الصليب. ليبيا كانت مستعمرة بالكامل، وهذا العلم هو علم الاستعمار، علم الرجعية، علم الخزي، علم الذل، علم الاستكانة، هذا علم الخزي والعار، هذا العلم علم الرجعية الذي يحمل هذا العلم، هذا لا يستحق الكرامة لأنه عدو للكرامة، لا يحق الحرية، عدو الحرية، هو يريد أن يكون عبد تحت المستعمرين. هذا الذي يرضى بهذا العلم معناها الريب الظل، الريب الرجعية، الريب الهوان، الريب التفريط في أرض ليبيا، في حرية ليبيا واستقلال ليبيا. جامعة الدول العربية، جامعة الحكومات العربية التي صنعتها بريطانيا التي عليها الخزي والعار، صنيعة بريطانيا هي أيضا وضحنا لها الصورة اليوم. وما يسمى بالمؤتمر الإسلامي هو أيضا الصورة أصبحت واضحة له الآن. المرتد والخاين والزنديق اللي حارب فيكم حتى إذا كان ليبي هو جندي لفرنسا، هو جندي لإيطاليا، هو جندي لبريطانيا، هو عبد ليهم، هو مرتزق معهم، هو مسيحي حتى إذا كان مع المسيحية، هو صليبي، هو جيفة سيدخل النار إن مات الآن أو مات غدا. الليبي اللي يحمل العلم الملكي، العلم الرجعية، العلم اللي جاب أمريكا احتلت ليبيا، العلم اللي جاب بريطانيا، العلم اللي جاب خلى الطليان زي ما هم محتلين ليبيا، العلم بتاع الرجعية، العلم بتاع البرغوث، العلم بتاع التخلف والخنوع، اللي جاب العالم هدايا هذا ما عنده كرامة، ما عنده بيتية، ما عنده قبيلة، ما عنده دين، ما عنده ضمير، ما هو راجل. هذا الموت الخير.